زيارة الرئيس طيب رجب أردوغان إلى ولاية أديمان، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس إلى هذه الولاية من بعد زلزال 6 فبراير الجاري. ولعل الحدث الآخر هو الزلزال الذي ضرب ملاطيا وكان مركزه في ملاطيا، وتأثرت به وشعر به الناس هنا في هذه الولاية. أعمال الترميم وإعادة البناء هذه ربما عملية معقدة تسير في كثير في أكثر من منحة. المنحة الأول هو محاولة إزالة الأنقاض التي تقدر بمئات الآلاف من الأطنان من داخل المدن إلى خارجها، والمرحلة الثانية التي تتمثل في هدم المباني التي لم يكتمل هدمها بفعل الزلزال وأصبحت غير صالحة للسكن، تتم عملية هدمها. والمسألة الثالثة هي محاولة ترميم المباني التي ما زالت متماسكة وتصلح للسكن، وتقوم فرق الإنشاءات بعمل دعامات من الفولاذ المقوى الذي يقال بأنه أقوى من الحديد ب10 مرات. ولكن التحدي الأكبر هو المسوحات التي تقوم بها فرق الإنشاءات والفرق الجيولوجية من أجل إعادة البناء وبدء في إنشاء مساكن جديدة وفق المواصفات التي تقاوم الزلزال. أحمد، تعلم بأن الهزات الارتدادية في هذه المنطقة قد تجاوزت 10,000 هزة، وهذا التأرجح في الأرض المستمر منذ الزلزال الأول الذي ضرب هذه المنطقة وكان على مساحة أكثر من 150 كيلومتر وشمل 10 ولايات. ما زالت الأرض هنا تتحرك، ربما يجعل من الجيولوجيين والإنشائيين الذين يحاولون أن تكتمل مساحات المسوحات والتعرف على الأرض الصالحة للبناء وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة الكوارث الزلزالية المتوقعة في هذه المنطقة، ربما يكون العمل معقد وربما يكون العمل صعب، ولكن هنالك إرادة كبيرة في إنجاز هذا التحدي.